هلا رح نبدا اول شيء نحط الزيت. هلا رح نحطه على النار، اكيد مستخدمين زيت مازولا. انا هون مستخدم الذرة، في عندهم الذرة وفي عندهم كمان عباد الشمس. انا بحب التنين والتنين ممكن نستخدمهم اكيد. هلا بدنا الطنجره اوريدي حاميه جدا، رح ننزل عليها الاتي. بدنا ننزل مستكة، بس ما بدكم تنزلوا كتير لأنه المستكة بتمرمر روان. طبعاً بدنا ندوب. هم حبتين بالعدد، بدي أنزلهم على الزيت. طلع كيف بتدوب رأساً؟ طبعاً قول له ثلاثة. أوكي؟ إذاً نزلنا المستكة ورح أنزل التوابل قبل. لا أقول لك خليني أنزل البصلة عشان تبدأ تاخذ لون. بصلة مفرومة ناعم، بصلة صغيرة يا دوب. حلو. أوكي؟ ورح أنزل عليهم التوابل التالية. رح نحط شوية كركم. أها. رح نحط بهارات ماميتو. أكيد أحلى بهارات بالعالم. بهارات أمي العزيزة. بهارات الخمسة. شوية شطة مجروشة يا دوب عشان نلون عشان نعطي نكهة. أها. فلفل أسود. وملح معلقة. أوكي. لكل كاسة رز رح أحط تنتين. فهلأ رح أنزل هدول الكاستين. حلو. نقلبهم مع الزيت ليتغلف الزيت على حبات الأرز. أيوة. وهاي خطوة كتير مهمة. من كل إشي كوب، شوف. أيوة. كوب جزر أنا بدي إياهم يتقلبوا مع بعض بالزيت، تمام؟ ورح أنزل عليهم كوب فلفل ملون كله لسه بدون سوائل، يعني كل ما قلبتي بس. وما بدي ابالغ برضه بطهي الخضار. يعني هلا الناس رح تقول لك كله فوق بعض، هيك نعم عم بقلبه كله مع بعض حتى يتغلغل كله مع حبات الارز والزيت. رح ارجع اعيد هلا اخر شيء، بس بدي انزل المشروم لاني بدي اياه يتقلب تقليبتين. شوفوا يا جماعه، حطينا كاستين من الارز. اوكي، كاستين من الارز، حطينا كوب من الجزر، كوب من الفلفل الملون، كوب من الذره، وكوبين من الفطر، كله مذكور بالمقادير. روان، ما بدي ابالغ في تسويه المشروم، ما بدي يطلع لونه اسود. صح. اوكي، انا ما بدي يسود ويتقلى كثير، هيك احنا خلص كل شيء صار عليه زيت وتوابل. صح. صح بدك اياه. هلا شوفي كميه المي عاد يا روان، تعطيني البريق بليز عشان يسلهم اياها. يلا طبعا. بسم الله. شوفوا يا جماعه، هذا كوب الماء. بهذا الكوب انا اخذت الرز. بهذا الكوب المعياري كل كوب ارز رح ياخذ عندي كوب ونص مي. بهاي الوصفة تحديداً، مش بالوصفات الثانية. ليه؟ لأنه فيها خضار، فأنا ما بدي الخضار يتخبص مع الرز، تمام؟ فهلأ كل كاسة رز رح نحط لها كاسة ونص مي. بما أنه عندنا كاستين رز قدرنا نحط رياضيات بسرعة ثلاثة. برافو، كيف والله زبطة. يلا هاي واحدة، سريع الجواب والله، سريعة البديهة. هاي واحد اثنين. أوكي، شايفين بنفس الكوب عشان ما تلخبطوا. يلا. ثلاثة، ما رح أقول لكم واحد للسوائل واحد للنواشف. لا 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 خلص، أنا استعملت لكم نفس الكوب عشان ما حد يقول لي لخبطنا وخبص وما خبص. شو عندي هون؟ عندي خل. أوكي، رح نضيف له برضه، يا حبيبتي افتحي لي إياها، برضه شوية زيت من مازولا أكيد. مازولا ونفس البهارات اللي نزلناهم على الرز بدنا ننزلهم. هاي الكركم حطي شوي، ما تخافي حطي كمان شوي، خلص إنف. حطينا الكركم، خليني أحط هون قدامكم. حطينا الزيت والخل، كان في خل بالصحن، حطينا له الزيت، الكركم، شوية ملح، شوية بهارات خمسة. شوفوا هلأ رح أعطيكم طريقة للدجاج مستحيل ينشف معاكم، رح يطلع بشهي. أوكي، شوية ملح. حطينا اللي عملتيه جاهز ما شاء الله، لازم نطلعه يا رورو. بجنن. هات شو رورو، البسي الكفوف اللي بدك أطلعه يا حبيبتي. شوفوا هلأ هاي الخلطة صارت عندي جاهزة، تمام؟ أوكي، رح أضيف شوية فلفل زيادة أحمر. شوفوا شو بدي أعمل بالدجاج، كيف بدي أقطعه عشان يضله جوسي معكم بالفرن بدون تغطاية. ها، حطيته بفرن حرارته 200 لمدة يمكن ربع ساعة بس. طيب هلأ بدي أقطع الدجاج أول إشي بطريقة بالورب. شوفوا كيف، خليكم معي هون، بدنا نعمل شقوق بدون ما نوصل لتحت. هي واحد اثنين ثلاثة. أوكي، بعدين بدنا نقلبها هيك، نرجع نعمل هيك. أحلى شكله بصير. أوكي، بطلع كتير حلو شكله بالشوي، وبتصير عندنا فتحات بهاي الطريقه. فانت هون هلا بتتغلغل الصلصه بكل الدجاج. عمال ننزل عليه التتبيله اللي عملناها اللي هي خل وزيت وكل البهارات والتوابل المذكوره. نتاكد انه تغلغل بالفتحات اللي عملناهم، شايفين كيف بهاي الطريقه. بدنا ندخلهم على فرن حرارته 200 لمده ربع ساعه. بس اسمحوا لي اخر شيء احط رشه بصل اخضر عشان نلون، ورشه بقدونس، وهيك بتكون صارت معنا الوصفة جاهزة. زيت نباتي أكيد من مازولا، بدنا بصلة، بدنا فطر، بدنا جزر، بالإضافة لفلفل ملون وذرة.
بنحتاج كمان لاثنين كوب أرز أبو البنت، الحبة الطويلة أكيد، معلقة كبيرة من البهارات الخمسة، كركم، شطة، بالإضافة لمعلقة صغيرة من الملح، ومي سخنة. الموضوع بسيط. بدنا كمان صدور الدجاج عشان نقدمهم جنب الرز. رح نحتاج لصدور الدجاج، ملح وفلفل، كركم وشطة، يعني نفس التوابل اللي رح نحطهم على الرز حنحطهم على الدجاج مع البهارات الخمسة، وأكيد زيت مازولا وخل. حلو، كتير حلو.